هو وجميع اللي احتلوا الخشب دي قبل كده، محمود ياسين وعمر الشريف وتوفيق الدين وعبد المنعم ابراهيم، حاضرين معانا النهارده. علشان كده في صمت لمده 20 ثانيه هنقرا لهم الفاتحه، وهنستمر بعد كده في حفل اليوم. هي أفضل هدية لهم جميعا، كل سنة وهم طيبين. بنحب جدا الأستاذ أشرف عبد الحق. والآن مع كلمة نقيب ألوان التمثيلية الفنان القدير الدكتور أشرف زكي، فليتفضل الصعود على المسرح. أنا يعني اتكلمت من قلبي في الفيلم، وطبعا بنتكلم كتير أكتر من كده بكتير. بس هو الموضوع النهارده يعني بصراحة لا فهم لازم يتعرض، لأن عمل فيلم خاص جدا علينا. إحنا بنحب الأستاذ أشرف عبد الحليم جدا، وهو اكتشفت لما شفت الفيلم إن كل الناس قالت نفس الكلام. هو نفس الكلام، احترام، الصدق، التفاهم، الحب للناس، الاستسلام في كل حاجه، كانسان، كفنان، كل حاجه. انا اتشرفت ان طبعا كنت في النقابه، كنت سكرتير عام النقابه، كان الاستاذ اشرف وكيل اول النقابه، وزي ما قلت في الفيلم، الاستاذ اشرف ما كانش هيعمل كده بسهوله، كان دقيق جدا وحريص جدا، وحقوق الناس وحق الناس بالنسبه له مساله يعني لابد ان يكون حكم عدل فيها. تعاملت معاه انسانيا، وكان شخص نادر، كان محب، معطاء. ما لا اذكر مره ان حكم جه قال انا زعلان منه او عمل حاجه او قال لي حتى حاجه، بالعكس كان دايما حتى لو في حاجه كان يسكت، كنا نروح نحاول يعني نكلمه عشان نعرف ما كانش يقول، يعني كنت ساعات اروح له البيت عشان اعرف في ايه وما كانش يقول. لما مسك النقابه بفتره 2011 تحديدا، يعني كانت فتره صعبه جدا جدا. انا بتكلم لما انا في النقابه طول عمري، فكنت مشفق جدا عليه. كانت آراء مختلفة وآراء مختلفة ولغة مختلفة ومصطلحات مختلفة، لكن الحقيقة قدر يعبر بالسفينة، وقدر إنه يعدي في مرحلة انتخابات كتير ما قدرتش تعملها. إحنا أي حاجة بنعملها النهارده، إحنا زي ما قال الأستاذ سامح حسني محمد الضمود، إحنا بنكمل اللي بنعمله، إحنا ما عملناش حاجة، إحنا بنكمل اللي هو عمله. نكمل هذه المسيرة. أنا لا أنسى لما أنا نجحت في الانتخابات اللي بعد منه، كان أول واحد يباركلي، وكان أول واحد واقف معايا. دي أخلاقيات مش موجودة. يعني فعلا زي ما أنت قلت، لا تفخر إن أنت توصل لمرحلة هذا الأمر العظيم. الآن جاءت لحظة الشكر والتحية وتقدير لحظة التكريم. نعم، قدم بأصحح أن يمنع عنه درع الرواد وشهادة التقدير كونه نموذجا خالدا في تاريخ الفن المصري. فليتفضل للصعود على خشبة المسرح أسرة الفنان القدير الراحل أشرف عبد الله. شفته.
أنا بس عايزة أشكر كل منهم وأحكي لكم حكاية جدا. هو والدي اتكرر من السنة اللي فاتت أعتقد أو قبل سنة، وأنا عرفت من السوشيال ميديا تاني يوم، سلمته يعني إن هو ما قاليش عشان أكون حاضرة، وقلت له أنا تكريما جريح كون أكيد موجودة، فأنا هو موجودة ومتأكدة إن كمان هو موجود ومبسوط وبيبتسم ابتسامة طيبة للمواطنين. شكرا لجميع المشاركين.